أحبتي في المسيح، أرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية. واليوم من ضمن فقراتنا حنجاوب على سؤال المسلمين دائما يكرروه، هو أين قال المسيح أنا الله فاعبدوني؟ أحبتي في المسيح، أرحب بكم بالسؤال من أسئلة المسلمين الشائعة. واليوم حنناقش سوا مقولة المسلمين الشائعة: أين قال المسيح أنا الله فاعبدوني؟ أحد الإخوة المسيحيين سمع شخص مسلم يردد على المسيحيين مقولة: أين قال المسيح أنا الله فاعبدوني؟ فتواصل الأخ المسيحي مع المسلم وسأله: قبل أن تعب نفسي وأتعب نفسي معك، وفي النهاية تقول أن الكتاب المقدس محرف، هل تؤمن بكلام الكتاب المقدس؟ فرد المسلم: أنا أؤمن فقط بأقوال المسيح والتي هي مكتوبة باللون الأحمر في بعض النسخ. فكان هناك أرضية مشتركة للحوار. المسيحي قال للمسلم: هناك آية تقول على لسان المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. متى 18:20. فمن هو الذي يستطيع أن يتواجد في كل مكان وفي نفس الوقت عندما يجتمع اثنان باسمه؟ واضح جدا أن المسيح هو الله لكي يقول هذا الكلام. المسلم ما قدر أن يرد، ثم قلت له أيضا المسيح قال للمفلوج: مغفور لك خطاياك. متى 9:2. وقال المسيح أيضا: لكي تعلموا أن ابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا. متى 9:6. وهذه آيات مكتوبة باللون الأحمر لأنها من كلام المسيح مباشرة. حاول المسلم أن يتهرب من هذه المعضلة بقوله إن الصلاة الربانية التي يقولها المسيحيين بها مقولة واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا، فهل المسيحيين آلهة لكي يغفروا؟ فرد عليه المسيحي وقال: المسيحي يغفر لمن أذنب إليه، بمعنى المسامحة. فهل المفلوج أخطأ في حق المسيح لكي يسامحه؟ المفلوج كان هذا لقاءه الأول بالمسيح، هذا بالإضافة إلى أن اليهود قالوا عن المسيح أنه يجدف يعني يكفر حسب متى 9:3، لأنهم فهموا بوضوح أن المسيح يقصد بأنه هو الله اللي له السلطان أن يغفر الخطايا. وهذا الأمر تكرر لما غفر المسيح للمرأة الخاطئة لما بكت عند رجوله حسب إنجيل لوقا 7:48. قال المسلم: هذا هو جوابك على أين قال المسيح أنا الله فاعبدوني؟ رد عليه: لا، عندي أشياء كثيرة بعطيك إياها. لمن اليهود انتقدوا تلاميذ المسيح علشان كانوا يقطفون من السنابل ويأكلون يوم السبت، وهذا طبعا محرم على اليهود حسب شريعة الله لبني إسرائيل، فرد المسيح عليهم وقال: إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. متى 12:8. فسأل الأخ المسلم: هل هذه الآية مكتوبة بالأحمر؟ فقال المسيحي: نعم. سكت المسلم لوهلة، ثم المسيحي استمر ويقول: هل أعطيك المزيد؟ فقال المسلم: يا ريت. ف
فقال له المسيحي، المسيح قال بشكل واضح وصريح: الذي رآني فقد رأى الآب، يوحنا 14:9. انزعج المسلم وقال المسيح يقصد معنى مجازي، أي من رآه فقد رأى أعمال الله. فرد المسيحي: وأين قال المسيح من رآني فقد رأى أعمال الله؟ المسيح قال بشكل مباشر لأحد تلاميذه وهو فيلبس: أنا من رآه فقد رأى الآب، يعني الله. لأن فيلبس سأل المسيح مباشرة وقال له: أرنا الآب. هنا بهت المسلم ولم يعرف كيف يجيب. الحقيقة أن الأمر صادم لأي مسلم أن يكتشف أنه على طريق الخطأ، خصوصا عندما يعلم أن المسيح هو الطريق والحق والحياة. أحبتنا المسلمين يحتاجون إلى صلواتنا من أجل أنفسهم الغالية على قلب الرب. علشان كده تعالوا نصلي سوا ونقول: يا رب، يا يسوع، جايين أمامك وأنت من قلت أن اجتمع اثنين أو ثلاثة تكون في وسطنا. يا رب، نطلب إرادتك الحسنة من جهة أحبتنا المسلمين، وخصوصا أهلي وأخوتي بالجسد، وأهلي وأخوتي السعوديين، وكل مسلم ومسلمة صادق وأمين في محبته لك. يا رب، من فضلك تعال إليهم برؤى وأحلام وكل وسيلة تلاقيها يا رب مناسبة علشان يعرفونك. وأيضا أطلب يا رب أن تعطيهم الشجاعة والقوة والجرأة على اتخاذ هذا القرار المقدس بأن يتبعوك ويعترفوا بك بالقلب وباللسان، ويتمجد اسمك في حياة كل من يشاهد هذا المقطع ويسمع هذه الصلاة ويقول آمين آمين. يا سيد الكون يا جبار، تعبت واحتارت الأفكار، اظهر لنفسك، اعلن لذاتك، ارشدني أي طريق، أي طريق اختار. يا سيد الكون يا جبار، يا سيد، يا سيد الكون يا جبار. يا سيد الكون يا جبار، تعبت واحتارت الأفكار، اظهر لنفسك، اعلن لذاتك، ارشدني أي طريق اختار. يا سيد الكون يا جبار، يا سيد الكون يا جبار. اتبع يسوع ولا اتبع المتبوع، اتبع يسوع ولا اتبع المتبوع. متى ليلي يصير نهار؟ يا سيد الكون يا جبار، يا سيد، يا سيد الكون يا جبار.
فين وانا ادور عليك الواحد اللي ما لك شريك ضع مالي فكرت انا ارضيك وتوجع عذاب النار وسنين وانا ادور عليك الواحد اللي ما لك شريك ضع مالي فكرت انا ارضيك وتوجع عذاب النار يا سيد الكون يا جبار يا سيد يا سيد الكون يا جبار اتبع يسوع ولا اتبع المتبوع اتبع يسوع ولا اتبع المتبوع متى ليل يصير نهار يا سيد الكون يا جبار يا سيد يا سيد الكون يا جبار طالب إيمان وقلبي يشكر بامتنان ظهرت لك ابن الإنسان كلمتي ابني يسوع البار وقال أنا طالب إيمان وقلبي يشكر بامتنان ظهرت لك ابن الإنسان كلمتي ابني يسوع البار يا سيد الكون يا جبار يا سيد الكون يا جبار اتبع يسوع ولا اتبع المتبوع اتبع يسوع ولا اتبع المتبوع متى ليل يصير نهار يا سيد الكون يا جبار يا سيد الكون يا جبار يا سيد الكون يا جبار تعبت واحتارت الأفكار اظهر لنفسك اعلن لذاتك ارشدني أي طريق اختار يا سيد الكون يا جبار يا سيد يا سيد الكون يا جبار أتبع يسوع ولا أتبع المدفوع أتبع يسوع ولا أتبع المدفوع متى ليل يصير نهار يا سيد الكون يا جبار يا سيد يا سيد الكون يا جبار أعزائي المشاهدين يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم يدعي بعض البعيدين عن تعاليم السيد المسيح أن المسيحية تصريح مفتوح لفعل الخطايا فكل واحد يغلط ويخطب كيفه وعلى هواه لأن المسيح غفر له كل ذنوبه فهل يا ترى غفران المسيح فعلا تصريح مفتوح لنا بفعل الخطايا
هم من ناحية أن المسيحي مغفورة له كل خطاياه، فهو بدون شك مغفورة له كل خطاياه. فدم المسيح الطاهر يغفر خطايا الماضي والحاضر وكل خطايا المستقبل مهما كانت. وهذه حقيقة مسيحية ثابتة لا جدال فيها، فهو غفران كامل وشامل بسبب عمل المسيح الكفاري على الصليب. وطبعا هذا الكلام ثابت في آيات كثيرة تأكد هذا الحق الإلهي. فالمسيحي الحقيقي له الحق في دم المسيح أن تغفر له كل خطاياه. فالآية تقول ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. وفي رسالة يوحنا وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. وهذه نعمة من الله للبشر في قبول فداء وخلاص السيد المسيح لنا من الخطيئة بعمله على الصليب. نعمة كبيرة جدا، لكن من يأخذ كثيرا مطالب بأكثر. وكلما تمتع الإنسان بغنى نعمة الله كلما ازداد محبة وتقدير وحرص على ذا النعمة من خلال أعماله وتصرفاته وسلوكه وتعاملاته في الحياة. فالنعمة أبدا ما ترخص الخطية ولا تقلل من شأن القداسة، بالعكس فالنعمة تزيد الإنسان حرص وتدقيق في حياته وعلاقته مع الله والناس. فإحنا نؤمن أن الخلاص بالنعمة بالإيمان، لكن هذا الخلاص لابد أن يثمر عمل صالح. وإذا لم يثمر عمل صالح مثل ما يقول الرسول يعقوب فإنه إيمان ميت بدون فائدة، يعني إيمان غير حقيقي أو غير موجود أصلا. فإذا قال أحد إن له إيمان وما له أعمال فإيمانه أكيد ميت. واللي يدعي إن له إيمان وما له أعمال فهذا إيمان ادعائي ونظري وللأسف ما له أي أساس. فالموضوع مش في القبول بنعمة السيد المسيح كمخلص أو لا، لكن الإيمان بعمل السيد المسيح وخلاصه إيمان كامل وشامل. فقبول شخص المسيح كفادي ومخلص في حياتك يعني علاقة مستمرة وحياة جديدة وتغيير كامل. فأنت في المسيح خليقة جديدة. فإذا قبلت المسيح وما تغيرت فأنت في الحقيقة ما قبلته أصلا. فالإيمان الحقيقي لازم ينتج عمل صالح وحياة مقدسة ترفض الخطيئة. ممكن جدا نسقط في الخطيئة لكن نقوم بسرعة ونتوب عنه ونكمل علاقتنا مع الله. أما المستمتع والمستهين بخلاص المسيح فهو غير مخلص وغير مؤمن وغير عارف لحقيقة عمل المسيح الكفاري أصلا. وأي واحد يعتقد أن المسيحية شيك أبيض بالخطيئة فهذا إنسان ما يعرف المسيحية ولا يعرف المسيح أصلا. فلا يوجد فكر أو تعليم في المسيحية يقول اغلط مثل ما تحب والمسيح يغفر لك كل ذنوبك. لكن المؤمن المسيحي المقدر لنعمة المسيح ومع أنه ضامن الخلاص ألا أنه يفعل الخير حب للناس وتشبه بالسيد المسيح، ومش مقابل أجر ينتظره أو بر ذاتي يرجع له. حب الخير للخير ومش طمع في مصلحة أو سمعة أو لأن الحسنات يذهبن السيئات. لكن إنسان تغير في المسيح وأعماله مجرد ثمار ناتجة عن علاقته ومعرفته بالسيد المسيح. فالإنسان المؤمن إيمان حقيقي يظهر إيمانه من خلال أعماله وتعاملاته وعلاقاته مع نفسه ومع الناس، ويتحرر من قيود الخطية فما تعود مسيطرة عليه ما دام يسلك في طريق المسيح. وحتى إن حدث وتعرض لمغريات أو لمشاكل واضطهادات في حياته فيواجهها بصلابة وإيمان، وانخانته إرادته واستسلم لتجربة معينة وسقط، لازم يندم، يندم على خطيئته ويتركها ويرجع بسرعة لله ويتوب.
فيغفر الله له كل خطاياه الماضية والحاضرة بعد أن تاب وندم. أما المقتنع بأن المسيح غفر له كل ذنوبه وجالس يخطي يمين وشمال وماخذ الدنيا طول بعرض لأنه ضامن الأبدية، فإيمانه للأسف باطل وغير نافع، لأن بهذا الفكر يزدري بدم المسيح ونعمة خلاصه، ويستهين بلطفه ورحمته ومحبته، وبالتالي يحرم من الخلاص. فالاستهانة بالخطية استهانة بالدم وعمل المسيح نفسه. إذن خلاص المسيح نعمة تبعدنا عن الخطية وتحاربها فينا ومش العكس، وتعطينا ضمان بالأبدية والقرب من الله. أعزائي المشاهدين، حلو جدا الشعور بنعمة المسيح، حلو جدا أنك تشعر أنك تثمر، حلو جدا أنك تشعر أنك تتغير، حلو جدا أنك تشعر أنك إنسان نقي وجديد في المسيح. وأشكركم لمتابعتكم، والسلام ختام، وحياكم الله، وأشوفكم الأسبوع الجاي على خير. شكرا. الله لنا ملجأ وقوة، عونه متوافر لنا دايم في الضيقات، علشان كذا ما نخاف ولو تزحزحت الأرض وانقلبت الجبال إلى قلب البحار، تهيج وتزبد مياهها، تتزلزل الجبال من عنف جيشانها، تفرح مدينة الرب حيث مساكن العلي بنهر دايم الجريان. الله في وسط المدينة فما راح تزعزع، يعينها الله في الفجر المبكر، ما جت الأمم وهاجت فتزلزلت الممالك، ولكن ما اندوى بصوته حتى ذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب، تعالوا وشوفوا أعمال الله اللي صنع عجائب في الأرض، يقضي على الحروب في الأرض كلها، يكسر القوس ويشق الرمح ويحرق المركبات الحربية بالنار. استكينوا واعلموا أني أنا الله، أتعالى بين الأمم وأتعالى في الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. مشاهدينا الكرام، وصلنا الآن إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم المجلة السعودية، وزي ما عودناكم دائما نختم في فقرة الاختبارات. هذا الاختبار من الأخ ميم من مصر، يقول: كانت زوجتي تعاني من نزف حاد وسقوط شديد في الرحم وضيق في التنفس ومرض بالبطن وصداع بالرأس وأنيميا حادة، وتم عرضها على الكثير من الأطباء في القاهرة وعملوا لها أشعة وتحاليل وكلها بدون فائدة، وتناولت الكثير من الأدوية والمسكنات بدون أي نتيجة، وفي النهاية تم عرضها على الدكتور بالقاهرة الذي قال أنها تحتاج إلى عملية جراحية فورية. رجعنا إلى المنزل واضعين ثقتنا وإيماننا بالرب يسوع المسيح، وذهبت زوجتي لتنام، وبعد استيقاظها قصت علي ما حصل معها وهو كالتالي. قالت: بعدما نمت شفت الرب يسوع المسيح في الغرفة، اقترب مني ومد يده وقال لي:
ضعي يدك في يدي. فقلت له إنني تعبانة وغير قادرة، ولكنه أصر على قوله. وهكذا مديت يدي ولمست جسده، فأحسست برحشة قوية تدخل جسدي، ومن ثم لمس بطني بيده الطاهرة، فأحسست بقوة قد دبت في داخلي وخففت الآلام. وعندما استيقظت من النوم لم أكن أعاني من أي شيء من الأمور المذكورة سابقا، وكل ما كنت أشعر به هو كأنني عملت عملية داخلية. هاللويا في بطني. هذه هي قصة شفاء زوجتي، نعلنها لكي يتمجد اسم الرب يسوع المسيح، لأنه الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الرب. آمين. الرب يباركك أخ ميم، ويبارك في زوجتك وعائلتك وأهلك. صحيح إلهنا إله المعجزات، إله الشفاء، بكلمة منه يشفي. رب صالح. وأنا مبسوط جدا من الرؤية تبعت زوجتك، أنه كانت تعبانة ولكن قاومت هذا التعب ومدت يدها وحطتها بيد يسوع المسيح، له كل مجد. هذا حلم جيد ورؤية ممتازة. الرب يبارككم ويستخدمكم لمجد اسمه بالمسيح يسوع. آمين. أحبتي المشاهدين، الآن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ولن نلتقي في الأسبوع القادم. أترككم في أمان المسيح. إلى اللقاء.